اهلا، هو انت لعلي بعتك؟ ايوه انا اللي بعتني وبعت معاه الجواب ده. اتفضل. لا اتفضل انت. لا اتفضل ايه، خليني هنا بره احسن. لا ما هو ما ينفعش يعني تفضل واقف على الباب كده وبعدين حد من الجيران يشوفك، مش هتبقى لطيف؟ طب يا ريت تقري الجواب بسرعه وتديني الرد. طب اتفضل ادخل الاول. حاضر سادخل. ما تتفضل تستريح. لا انا مستريح قوي كده، اتفضلي الجواب واديني الرد. ده انت مستعجل قوي. قوي قوي، اتفضلي. ايه ده؟ ايه ده؟ اديني الرد. حرام عليه، ده حرام عليه. ايوه اديني الرد. الساعة 8:30، ما الجوزة اتأخر ليه؟ كويس يا مسهل. يا ست ابوس ايديك، انا عايز الرد، اتكل على الله. الله 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 الله، يا ست فوقي فوقي والنبي، ما تجيب لناش مصيبة يا ست، فوقي فوقي والنبي. طب اقعدي. طيب مش طايقاه، عايزة اطلع، عايزة اطلع منه. اغمى عليها ولا ايه يا ست؟ يا ست يا اخوانا، حد شيلها ولا ايه يا ست؟ اهدى، انت بتعمل ايه هنا؟ سيادتك انا كنت يعني، هو انت مين؟ انا جوز الست اللي عايزة تطلع. جوز الست دي؟ ايوه جوز الست دي. انت بتعمل ايه هنا؟ سيادتك انا ما بعملش حاجه، انا مستني الرد. رد من مين؟ رد منها هي. رد على ايه؟ على الجواب ده سيادتك. اهو وريني. حبيبتي فتحيه، انا بموت فيكي وبعشقك وما اقدرش استغنى عنك وعايز اتجوزك. قلتي ايه؟ اهو انا بقى مستني الرد على قلتي ايه دي. يا بجحتك يا اخي، ده انت سافر. يا بابا حضرتك بس افهمك، استنى اصبر بس، شوف مين اللي ماضي على الجواب سيادتك. اسماعيل ياسين. مين اسماعيل ياسين ده؟ انا عارف يا اخويا مين اسماعيل ياسين ده. ده انا اسماعيل ياسين، المقلب الواطي اللي انت عملته فيا ده يا عالم. والله ما في حد واطي غيرك.